مساء الخير، مساء السعادة على كل مشاهدي ضيافة، وحشتوني جدا. بتعيش صناعة السينما في الوقت الحالي أزمة كبيرة جدا بسبب جائحة كورونا شوية، بس كمان ليها منافس قوي قوي بينافسها، وهي المنصات الإلكترونية، أو نقدر نقول المواقع الإلكترونية الجديدة زي يوتيوب وشاهد. ده اللي خلى صناعي صناعة السينما كتير منهم قوي يتجه ان هو ينتج افلامه او ينتج حتى مسلسلاته على المنصات دي. يشرفني النهاردة يكون في ضيافة مجموعة من الشباب قدروا ان هم يعملوا حاجة بصورة مشرفة وبصورة حلوة بالنسبة لصانعي محتوى على اليوتيوب. الدراما ما هي الا تجسيد للواقع بشكل درامي، او نقدر نقول الفن بوجه عام بنقدر نجسده في الشكل ده. فخلينا نطلع نشوف برومو فيلم مش من دينك، ونرجع نرحب بصانعي هذا المحتوى. انت فين يا ابني؟ صدق بالله وبعون الله قول صدق. اقول لك ايه، مش محتاج فلوس، قول ما تتكسفش، ده انت زي ابني يا ولد. يا اسلام انا والله مش عايزه اغرمك، انت مش فاهم. خربت امك يا عم، ايه اللي انت بتقوله ده؟ اقول لك ايه، انا في امانه ورجوله ما بقتش اطيقك خالص. رامي، واحنا مش اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده؟ انا البضاعه عندي قربت تشيخ، ولو شاهد محمود مش من دينك، يعني عادي فكر فيها كده. صباح الخير. صباح الفل، صباح النعناشه، صباح الروقان. انت فين يا ابني؟ صدق بالله وبعون الله قول صدق. اقول لك ايه، مش محتاج فلوس، قول ما تتكسفش، ده انت زي ابني يا ولد. منورني النهارده في ضيافه استاذ اسلام كحلاوي، ممثل في فيلم مش من دينك، وكمان منورني استاذ احمد مصطفى زيكا، سيناريست الفيلم. اهلا بيكم منورين. اهلا بحضرتك. حضرتك في البدايه خليني ابدا معاك استاذ احمد. يعني انا اول ما اتفرجت على الفيلم دماغي راحت في مليون حته، هو بيتكلم عن الدين ولا بيتكلم عن مخدرات، ولا بيتكلم عن ان كلمه تدين تدان، ولا بيتكلم عن ان الصحاب السوء بيسحبوا صاحبهم في سكه مش كويسه. فعايزاك تكلمني اكتر عن مقصودك من الفيلم، ورسالتك كانت ايه، وكنت بتفكر في ايه وانت بتكتب الفيلم. والله انا عايز اقول لحضرتك ان الفيلم شامل كل المعاني اللي حضرتك قلتيها. فعلا انا دايما بحب اكتب الاعمال الاجتماعيه، دايما بحب اناقش قضايا اجتماعيه. عملت قبل كده كذا قضيه، قدمت فيلم عن التحرش، وقدمت فيلم عن عقوق الوالدين، وقدمت فيلم عن 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 كذا قضيه اجتماعيه. فانا بحب دايما اعمل قضيه اجتماعيه واناقشها من كذا قضيه، يعني ادخل فيها كذا قضيه تانية. تمام. فده اللي عملته في فيلم مش من دينك. اتكلمت عن قضيه كما تدين تدان. بس مش شايف ان ده شويه ممكن يشتت الجمهور؟ ان هو يعني احنا بنحب نتفرج على محتوى في الاخر يوصل لي رساله، زي ما انا بقول الفن رساله. فانت يعني مش شتتني شويه؟ انا ما بقتش عارف انت في الاخر، يعني قبل ما اكمل الفيلم، الولد ده اخرته هيتسجن عشان المخدرات، ولا اخرته ان هي هتتردله في اخته زي ما كانت نهايه الفيلم، ولا كذا كذا فكره؟ ما يعني الموضوع ده ما قلقكش ان انت بتدخل كذا عنصر جوه الفيلم ان انا في الاخر تشتتني؟ لا، هي طالما ماشيه في نفس السياق الدرامي والقضايا كلها قريبه من بعض، يعني انا مش عامل حاجه مثلا مختلفه عن الخط اللي احنا ماشيين فيه. فكلها قريبه من بعض يعني، فعشان كده طلعت بالشكل الكويس ده. كلمني عن الورق بقى، الورق اتكتب في قد ايه؟ هو الفيلم مش بسهولة طبعا ان احنا يجيلك وحي ويجيلك فكره وتسلسل درامي للمشاهد كمان، وبعدين تفرغ الكلام ده. فكلمني، الفيلم اخد منك في الكتابه وقت قد ايه؟ هو الفيلم انا كاتبه من حوالي 5 سنين. ما خدش مني يعني يمكن وقت كبير، يعني انا الفكره بتجيلي ما بطلعهاش على الورق على طول. الفكره بتجيلي بقعد اشتغل عليها كده في دماغي يعني، وعقل المؤلف معروف ان هو بيبقى فيه ابديت على طول، يعني مش ممكن من حدث في يوم يحصل لك تجدد مشهد او تغير مشهد في مشهد. بالظبط. فانا ما بطلعش اي عمل غير لما يعني بالبلدي كده يستوي في دماغي جدا جدا جدا. الكلام عن الورق، خلينا نرجع لاسلام. اسلام، اول ما الورق اتحط قدامك، يعني ايه اللي جه في دماغك؟ انا هعرف اعمل الدور ده؟ انت اخترت دورك الاول ولا مين اللي رشحك للدور؟ لا طبعا، اللي رشحني للدور طبعا استاذ احمد مصطفى،
كنت شايف اسلام ازاي في دور البلطجي، يعني هو راجل زين معانا النهارده، هو في الفيلم راجل بلطجي. والله انا كنت شفت له عمل قبل كده على السوشيال ميديا برضو، عجبني جدا اداؤه فيه. حسيت ان هو لا يعني امكانياته تاهله، شايفه في الدور ده امكانياته تاهله ان هو يعمل اي حاجه. دور صعب طبعا جدا، وهو اشتغل عليه، هو اشتغل عليه. كلمني اسلام شويه عن الورق، انت لما جالك الورق يعني تخيلت ان اسلام ممكن يعمل الدور ده، استعدت له ازاي؟ في الاول انا اول ما جالي الورق طبعا من الاستاذ احمد، حسيت الموضوع مختلف عليا والشخصيه بعيده عني جدا، فاضطريت ان انا اعمل معايشه للشخصيه، وبالفعل نزلت الهرم قعدت 3 ايام في الطلبيه عشان تتقن الدور، عشان اقدر اوصل للشخصيه. طبعا قعدت مع ناس شخصيات قريبه، وقدرت الحمد لله ان انا اقدم ده. لا بس الدور صراحة كان حلو، يعني احنا نيجي مثلا لو اتفرجنا على اعمال ليك قديمه بتحاول تنوع، ما بتحاولش ان انت تكرر نفسك، بتحاول ان انت تنوع. بحاول دايما ان انا يعني اهم حاجه بركز عليها ان انا اقدر اعمل معايشه للشخصيه واشوف البعد. في حاجه مهمه كمان كانت في الفيلم انا ما حسيتش، دي هنرجع لها النقطه دي مع مخرج العمل، انا ما حسيتش ان دي مشاهد متقطعه، انا حسيت ان الكاميرا اون ذا رن طول الوقت، الممثلين حافظين كلامهم حلو قوي، بيتقنوه بطريقه اللي هو انا مش بقول شوت وبقف اعمل ستوب واعيد، لا الكاميرا دايره بتجيب لي المشهد وان شوت. انا بحترم المخرج اللي بيقدر يعمل العمل وان شوت مش متقطع. على ما نتواصل مع مخرج العمل المبدع الرائع ده، خليني ارجع لك يا استاذ احمد. انا ما اتفرجت على الفيلم، زي ما قلت لك دخل في دماغي كذا كذا يعني كذا موضوع. سبب اختيارك لفيلم او سبب اختيار تيم العمل لاسم الفيلم مش من دينك، يعني انت كان ممكن مثلا تسميه كما تدين تدان بما يتناسب مع نهايه الفيلم، كان في اسامي كتير، اشمعنى مش من دينك؟ وانا عموما ما بحبش الاسامي المباشره. اسم الفيلم كان هيبقى اسمه الادانه، او انا اول ما كتبته اول درافت خالص كان اسمه الادانه بالفعل. ومخرج العمل هو اللي اختار الاسم مش من دينك، حس ان هو هيبقى يعني اقوى، هو من وجهه نظره حس ان هيبقى اقوى، وانا ما قدرتش اقول له حاجه، لان هو بصراحه يعني يمكن نقول عنده خبره ممكن اكتر مني، فالحمد لله يعني اختار هو الاسم ده، والاسم ده الحمد لله عجب الناس جدا. يعني بمناسبه الاسم كمان، احنا على السوشيال ميديا اللي بيخلينا نخش نتفرج على الفيديوهات على اليوتيوب او على اي حاجه هو كمان الاسم، يعني كان من سبب ان انتوا تسموا الاسم ده ان يشد الناس كمان. بالظبط، فعلا هو اختار الاسم ده برضو علشان كده، علشان المشاهدات وعلشان يشد الناس اكتر. فعلا الناس بيفرق معاها جدا الاسم. هو الاسم عامه ماشي مع الفيلم اصلا. هو الاسم ماشي مع الفيلم، بس يعني كمسمى كمسمى كان ممكن يبقى فيه بدايل، هو بالزبط. مش هنقول مش لايق، لا بالعكس هو ماشي مع السياق، وكمان هو من الصفات اللي مطلوبه في مصوكي المحتوى على اليوتيوب. طبعا. اسلام خليني ارجع لك، انت ايه كلمني شويه عن الاعمال اللي انت عملتها قبل كده كمسيرتك المهنيه. أنا انت عملت ده بالنسبه لك ده الفيلم رقم كام؟ لا انا عملت افلام قصيره كتير جدا، بس اهمهم يعني ده الفيلم بالنسبه لي كفيلم مهم، ده ثالث فيلم عملت. الفيلم اللي كان قبل دوت كان بطولتي، اسمه امير الغلابه، كنت عامل فيه شخصيه واحد بتاع عيش، شخصيه برضو أنا مختلفه شخصية عني. الفيلم رائع وغلبان وضحيه، يعني شخصيه مكسوره يعني. وعملت فيلم هاني الملي برضو من الاخراج الاستاذ سمير صبحي طبعا، كنت عامل شخصيه واحد عبيط فلاح وعرباجي في نفس الوقت، فشخصيه برضو بعيده عني. الثلاثه بعيده عن بعض خالص، بعيده عني، كلهم بعاد جدا عن شخصيتي الحقيقيه. على سياق الكلام عن الادوار بتاعتك وعن الفيلم النهارده، عايزه اعرف منكم اصعب مشاهد كانت بتتصور في الفيلم، كلموني عنها شويه، ايه اصعب مشهد قابلكم؟ يعني بالنسبه لك اسلام انت كان اصعب مشهد وانت بتمثله كان ايه؟ يعني انا كنت محضر كويس، ما يعني حسيت ان هو انت عندك الدنيا بسلاسه، بس كلمني شويه، احنا الثواني اللي بنشوفها على الهوا، الثواني اللي بنشوفها على الهوا بتبقى متحضر لها ممكن 3 4 ساعات. فكلمني انت اصعب مشهد كان بالنسبه لك ايه؟ هو اصعب مشهد بالنسبه لي اخر مشهد، عشان كان الوقت اتاخر وكان يوم طويل طبعا، احنا صورنا الفيلم في 10 ساعات.
معقول الفيلم ده كله اتصور في 10 ساعات؟ الفيلم ده كله مصور في 10 ساعات. ايه تحضير 5 سنين اتصور في 10 ساعات مش شايف. وقدر يطلع بالصوره الحلوه دي يعني للناس. لا هو صوره مشرفه بصراحه. طب كلمني عن اصعب مشهد في حياتك المهنيه عامه. اصعب مشهد كان مشهد خناقه في فيلم امير الغلابه. كنت اتعورت فيه. ده كان اصعب مشهد ولا اي حاجه انت عملت؟ لا انا اللي بعمل كل حاجه بنفسي. طب بالنسبه لفيلمنا النهارده مش من دينك، خليني اتكلم عن اقرب مشهد ليك. اكتر مشهد قلت ايه الله الواد ده حلو قوي بيمثل حلو قوي، انا ازاي كنت جامد كده؟ لا والله انا يعني ما بحبش اشوف نفسي كده، طبعا ما ينفعش الواحد يشوف نفسه كده اكيد، بس عندك مشاهد تقول انا كنت تمام هنا. هو انا عامه راضي عن الدور، راضي عن الدور، هو ده الشكل اللي انا تخيلته بيه، هو ده الشكل اللي انا كنت عايزه بيه. عايزين نتكلم مع استاذ احمد شويه عن كواليس الفيلم. يعني اسلام بيقول لي انتوا صورتوه في 10 ساعات، كواليسه كانت عامله ازاي؟ هو مش فكره كمان صورناه في 10 ساعات، بس فكره ان احنا صورنا في طنطا وانا من القاهره، كان سفر ومجهود. وحمدي مخرج الفيلم من اويسنا، واسلام من الاسماعيليه، ومعانا ناس من القاهره. انت ازاي جمعت الكرو ده اصلا كله مع بعضه كده ان انتوا تعملوا عمل بالشكل الرائع ده؟ والله الكرو كله اتجمع، يعني اتجمع على حب العمل، عجبهم العمل جدا، وشافوا شغلي وشافوا شغل حمدي طبعا مخرج العمل، وعجبهم السكريبت جدا، فهم جايين حابين الموضوع ده، مش جايين لهدف مادي، لان زي ما احنا عارفين ان الافلام القصيره دي ما فيهاش ربح، فالناس دي جايه كلها علشان خاطر مبسوطه بالعمل، يعني مبسوطه بالورق، شايفه ان الورق كويس جدا، فالحمد لله، يعني الحمد لله قدرنا نعمل نجمع الناس دي كلها تيجي. والمشكله كلها فعلا كانت تصويرنا في الشارع، احنا لو حضرتك تلاحظي في الفيلم كان في مشاهد كتير متصوره في الشارع، اغلبها في الشارع، بس الحمد لله يعني يمكن الناس ساعدتنا جدا بصراحه، الناس متعاونه جدا، ما انزعجوش في وجود كاميرا، ما حدش مثلا اتلم حوالينا او اتجمر حوالينا، الحمد لله ما يعني ما حصلش الكلام ده، عكس ما كنا بنشوفه في القاهره. يعني انا في القاهره صورت اعمال كتير، اجي اصور الاقي الناس كلها واقفه بتتفرج، التلفزيون بقى والكلام ده، واحنا مش معانا نجم، يعني ما فيش نجم مثلا معانا يقفوا يتصوروا معايا، بس هم واقفين على الكاميرا، على الكاميرا بالظبط، فما شفناش ده في طنطا والله الحمد لله. الناس كانت حتى خدمتنا في العمل، يعني حد كان معدي بعجله، حد كان معدي بموتوسيكل، كل دي الناس مش تبعنا خالص، يعني ناس فعلا حقيقيه، فده ادى واقعيه شويه للعمل، العمل ظهر بشكل واقعي كمان جدا، كمان التيم مدي واقعيه للاحداث بالزبط. اللي هو انا بقول لك انا ما حسيتش بدن ده تمثيل بالزبط. انا حسيت ان هو معالجه دراميه بشكل صحيح. التيم بتاع الكرو بتاع الفيلم كل واحد عمل دوره بصراحة، كل واحد عمل دوره بصراحه بالظبط على اجمل وجه، يعني بصراحه ما حسيتش ان مشاهد متقصصه وداخله مونتاج، انا حسيت ان هي وان شوت. على ما زمايلي في الكنترول نتواصل مع مخرج هذا العمل الرائع، خليني اتكلم معاك شويه يا احمد. انت بتقول كتبت الورق في 5 سنين بالظبط، الكتابه على الورق بتبقى غير التنفيذ، ايه اللي اتغير من الورق للتنفيذي؟ سؤال مهم. سؤال مهم. هو بيبقى فيه ساعات اضافات من، يعني مثلا ممكن اسلام من كتر ما هو اشتغل على الشخصيه ممكن يضيف كلمه ارتجال، يرتجل كلمه يضيفها، بس في نفس السياق، يعني ما خرجش بره السياق اللي انا كاتبه تمام، فده انا بسمح بيه عادي جدا، مش من المؤلفين اللي ممكن يقول لك لا ده انا عايز اللي انا كاتبه بالظبط يتقال. لا دي اكتر حاجه عجبتني في استاذ احمد فعلا للعمل، لو حاجه هتضيف فعلا للعمل يعملها، ما فيش اي مشكله، وهو عمل كده فعلا، يعني ضاف كذا كلمه بس ما غيرش في السياق الدرامي، حافظ على السياق الدرامي بالاضافه ان هو حط زي ما بنقول حط التاتش بتاعه بالظبط. بس هو ابدع. عايزه اكلمك شويه عن يعني ترشيحك للكرو العمل ده جايه بناء على اساس ايه؟ ان انت بتقول انا شفت اعمال لاسلام بالظبط، طب باقي الكرو كان في اعمال ليهم ترشيحك بالنسبه لهم ازاي؟ طبعا انا عايز اقول لحضرتك ان احنا بنصور في 10 ساعات مفيش بروفه، يعني ما عملناش بروفه تصوير، فانا لازم اختار ناس بتعرف تمثل، مش اختار ناس مثلا تيجي اللوكيشن الموضوع كده صعب اعلمها انت التمثيل لسه، لا الموضوع ما كانش فيه مجاملات خالص، الناس كلها جايبين، الناس كل واحد يعني كلهم ممثلين، كلهم بصراحه كلهم ممثلين، يعني كلهم ناس بتمثل، وانا شفت لهم حاجات على اساس الحاجات دي رشحتهم للدور اللي انا كاتبه، والحمد لله يعني يمكن الورق اللي انا كاتبه طلع بنفس الشكل اللي انا عايزه بالظبط، بنفس يعني حمدي حتى لما كان بيفرجني اللوكيشن اللي احنا صورنا فيه، انا عايز البيت بنفس الشكل بالظبط،
يعني سبحان الله طلع كل حاجه زي ما انا عايزها وزي ما انا كاتبها. استاذ حمدي فعلا كان مختار يعني لوكيشن يعني عايز. لا انا بقول لك انا حسيت بالمعايشه يعني الموضوع اتنفذ بشكل بروفيشنال بالنسبه لمنصه الكترونيه بالظبط. يا يمكن عشان والامكانيات كمان يعني امكانيات كمان انتم مش شركه انتاج اللي عامله هنقول انتاج ذاتي بالظبط انتاج ذاتي. فلا حاجه طلعت كويسه جدا كمان الورق اتنفذ بشكل متقن بشكل محترف وعلشان كلنا تعاوننا يعني مفيش حد مثلا بيشتغل لوحده ما عندناش حته ان واحد يشتغل لوحده يعمل كل حاجه يعني في تعاون والحمد لله كلنا تعاوننا وطلعنا العمل ده الحمد لله. احنا معانا على التليفون استاذ حمدي عاشور. اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. ازاي حضرتك؟ زي الفل الحمد لله. انا احب احييك بصراحه على العمل الرائع ده اولا على التمثيل المبدع يعني انت اثرت فيا جدا 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 يعني كنت مبسوطه برؤيتك على الشاشه كنت مبسوطه بادائك كمان ما حسيتش اللحظه ان انت بتمثل يعني انت قدرت تتقمص الشخصيه بجداره. الحمد لله دي كانت اهم حاجه عندنا كلنا وعند كل الناس اللي شاركت في الفيلم ان احنا مش بنمثل احنا بنعيش حاله بالظبط نوصل رساله معينه. الحمد لله انا فرحان ان احنا قدرنا نوصل حاجه زي كده وان الفيلم لمس الناس واثر فيهم واحنا وصلنا الرساله اللي احنا كنا عايزين نوصلها وان انا اتكلمت فيها مع ديكا في الاول قبل ما نبدا اي حاجه. كلمني شويه استاذه عن الفيلم وعن كواليسه يعني اسلام عمال يقول لي في 10 ساعات في 10 يا ابني ازاي في 10 ساعات في 10 ساعات عملت الفيلم فخليني اتكلم معاك كمخرج بقى مش هنتكلم دلوقتي على انك بطل الفيلم خليني اتكلم عن يعني تحضيراتك كمخرج للفيلم تفريغك للسكريبت للسيناريو كل الكلام ده اخذ منك وقت. انا الموضوع بالنسبه لي كان تحدي عشان زي ما انت حضرتك قلت كده كنت انا البطل والمخرج في نفس الوقت كان عليك ضغط كبير اكيد طبعا طبعا بس الموضوع كله الفكره كله في التحضير انت بتحضر كويس بالظبط خلاص اللوكيشن انت فاهم انت عارف تعمل ايه معاين الاماكن اللي انت بتصور فيها كويس مظبط مع الممثلين اللي معاك كل حاجه ومتدربين وعاملين بروفات كويس جدا عامل تبليغ للسكريبت كل حاجه داخل اللوكيشن وانت مهيئ الناس كلها ان احنا كلنا داخلين هنعمل حاجه كويسه جدا هنوصل رساله معينه فكانت بصراحه من احلى الاجواء اللي الواحد عاشها في التصوير كان العشر ساعات اللي احنا عشناهم مع بعض دول تعاوننا كلنا كنا مبسوطين الحمد لله وقدرنا الحمد لله في الفتره الزمنيه دي نطلع فيلم بالشكل ده وبالكواليتي ده بالنسبه لي انجاز الحمد لله. كلمني يا استاذ حمدي شويه عن انت اول ما قريت الورق جالك تخيل لوكيشن ممثلين الادوار هتبقى عامله ازاي كلمني اكتر عن تجهيزك وتحضيرك للفيلم اخد منك وقت قد ايه اصلا التحضير؟ التحضير ما خدش كتير قوي يعني التحضير انا ديكا بعت لي الفيلم انا قريته وقلت له انا هعمل الفيلم ده يعني هو كان بيقول لي ان هو مكتوب من 4 سنين وما اتعملش. فاول ما شفته قلت له لا انا هعمل انا الفيلم ده. فقال لي طب مين هيخرج مين هيعمل بتاع فقلت له انا اللي هقوم بالموضوع ده. يعني كان بالنسبه لي دي اول تجربه اخراج ليك ولا التجربه الكامله؟ لا تجربه كفيلم لكن كليبات انا اخرجت كليبات قبل كده لكن كفيلم دي اول حاجه. اول حاجه تمثيل ليك تمثيله لا بس ابدعت ان دي اول تجربه ليك تمثيليه وتطلع بالشكل ده انا بقول لك انا ما حسيتش نهائي كمان انا احب احييك جدا 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 انا بحب يعني او بشجع قوي المخرجين اللي بيبقى شغلهم وان شوت انا ما حسيتش نهائي ان انت مقطع وان انت واخد شوتات لا انا حسيت ان الكاميرا رن العشر ساعات تقريبا اللي انت ممكن تكون صورت فيهم وان انت يعني طلعت النتيجه دي في الاخر. الحمد لله انا راجل ده ومبسوط ومبسوط برد فعل الناس ومبسوط بالتقدير ومبسوط ان الواحد لما بيعمل حاجات كويسه بتتقدر وتوصل للناس ده كان اهم حاجه عندي. وانبسطت بان انا اشتغلت مع الكرو اللي كلهم ابطال وكلهم كانوا قد المسؤوليه عشان اطلع الحاجه دي وان شاء الله اللي جاي يكون احسن باذن الله. كلمني عن اللي جاي بقى اديني نبذه عن اللي جاي بتخططوا لايه؟ لا في حاجات كتير جايه معانا حاجات مختلفه ان شاء الله الفتره اللي جايه برغم ان الناس طالبه جزء ثاني بس انا مش حابب ان انا اقدم جزء ثاني عشان انا كنت بوصل رساله معينه من الفيلم والحمد لله وصلت. ان شاء الله اوعدكم بحاجات ثانيه جايه هتبقى مختلفه بقى مختلفه ان شاء الله. انا عايز اشكر حمدي على الهوا
اسلام عايز يوجه لك شكر. وانا طبعا بشكر طبعا. طبعا انا بشكر كل الكرو اللي معايا النهارده اللي مشرفيني، وكنت اتمنى ان حضرتك تكون منورنا النهارده، بس ربنا يكون في عونك. وباقي الكرو طبعا انا بوصل لهم شكري وامتناني عن العمل الرائع اللي هم قدموه النهارده. انا بشكرك جدا استاذ حمدي. انا عايزه اخر سؤال اساله لك قبل ما اختم مع حضرتك. بعد ما حضرتك عملت الفيلم وشايف نجاحه بعينك دلوقتي وشايف ثمره اجتهادك، نفسك الفيلم يروح لفين؟ عايز تشارك بيه في مهرجانات ولا انت هتستكفي بس بان هو؟ كان نفسي اشارك فيه في مهرجان بصراحه، يعني كان نفسي، بس ان شاء الله في حاجه ثانيه بقى. ان شاء الله اعمال الاعمال الجايه كلها تكون مثمره وتقدر تشارك بيها ومن نجاح لنجاح. عايز اسالك كمان سؤال، وانت بتعمل الفيلم كنت متوقع النجاح اللي هو يوصل له ده؟ كنت متوقع ان من فكره على ورق لتنفيذ للضجه دي؟ يعني عايز اقول لك يمكن ناس كتير لسه ما شافتش الفيلم هيقدروا يخشوا على اليوتيوب ويدوروا على الفيلم ويشوفوه، بس الفيلم فعلا بيمس مشكله مهمه جدا في مجتمعنا. فانت كنت متخيل ان الموضوع زي ما بيقولوا ايه هيضرب معاك ولا هي ضربه حظ؟ انت كنت بتعمل اللي عليك وسايب اللي مش بيعمل عليا ده اكيد. انا كنت مقلق في الاول بس من الموضوع ده، ان يعمل حساسيه عند الناس فكره المسلم والمسيحي وكده، يعني كنت خايف من الحته دي، بس احنا الحمد لله قدرنا نوضحها. بس نوصل ان المسلم والمسيحي واحد، يعني في الاول والاخر كلنا واحد. بالظبط، هي دي كانت النقطه كنت مقلق منها، بس انا كنت على يقين ان الفيلم لو وصل للناس هيعجبهم الحمد لله. انا بشكرك يا استاذ حمدي جدا، سعيده جدا بمداخلتك التليفونيه، وبشكر حضرتك جدا. في النهايه انا سعيده جدا بوجودكم معايا. عايز اسالك يا احمد قبل ما اختم بسرعه، انت بتجهز لحاجه جديده هتشتغلها؟ اكيد ان شاء الله. انا في يعني بعت لحمدي افلام كتير جدا عجبته الحمد لله، يعني في حاجه جديده هنشوفها ان شاء الله. بنحضر لكذا جديده، بنحضر برده فيلم انا واستاذ احمد ان شاء الله ندخله قريب ان شاء الله، حاجه تبقى كوميدي ودراما كمان ان شاء الله. انا في انتظار هذا العمل، اكيد هتبقى حاجه مشرفه زي بإذن الله. مش من دينك ودايما بتمنى ليكم الافضل والاحسن. انا بشكرك جدا يا اسلام على وجودك النهارده معايا، شرفتني وشرفتني يا استاذ احمد. بشكر حضرتك جدا والله، حلقه مميزه. انا بشكرك جدا على وجودك معايا النهارده. كمان بشكر استاذ حمدي على العمل الرائع اللي هو قدمه لنا، اخراج متميز كمان، تمثيل. عايزين برضو يعني نشكر استاذ عبد الحليم الرفاعي الفنان الكبير طبعا، بوجه له شكر. عايزين نشكر كرو الفيلم كله على الأداء الرائع اللي هو قدمه. كل ما كانت الحاجة يعني بتتقدم بدون تصنع، ماشي انت بتقدم تمثيل بس نقدر نقدمه بشكل ان انا ما احسش ان ده تمثيل، ان انا اتعامل مع الشخصية زي ما اسلام تقمص كده الدور وحسسني ان ده اسلام فعلا، مش شخص بيمثل، عاش الدور وعيشني معاه لحظات الفيلم. انا في النهايه بشكركم جدا على وجودكم معايا، شرفتوني ونورتوني. يعني مع الاسف زي كل حلقه وقت الضيافه بيخلص، بس يعني ضيافه عمرها ما بتخلص. استضافتنا خلصتنا النهارده، بس ضيافه عمرها ما يعني هتبخل علينا بضيوفها، وهتفضل دايما مستمره ان شاء الله. استنوني يوم الاحد الجاي الساعه 1 الظهر وضيوفه.